في ظل الظروف التي اعترضت مدينة حلب من حصار وانحسار، توقف قسم كبير من الأعمال والمنشآت، واليوم تعود الشركات والمنشآت الإعلانية والتي تختص في مجال الطباعة بكافة أنواعها ومنها على البلور والحجر والقماش والأكواب للعمل، ومنها شركة الزهراء للطباعة والدعاية. هاي المهنة بلشت تتوسع أكثر بعد انتصار حلب. طبعاً كان في كتير عالم واقفة عن الشغل ورجعت عن الشغل بعد تحسن الظروف، وخصوصاً حلب أنه بتتميز بهالمجال، مجال الطباعة عن باقي المحافظات. حسنا نطور مهنتنا ونقدم خدمات جديدة بالطباعة. في عنا مجال الطباعة على الكريستال، على البلور، على الحجر، مقات، على كفرات الجوالات. طبعاً هاي المهنة بتتطلب كتير دقة بالطباعة ومهارات تكون متميزة عشان يطلع المنتج يعني يكون مميز. التصميم بده يكون بشكل عام كان احنا قديما في حلب يعني موجود، ولكن احنا مع اخر سنتين الماضيات بعد تحسن الاحوال وتحسن ظروف بشكل عام، تحسن ظروف الشركات كلها بحلب، صار موضوعنا نحن يعني حاولنا نجدد الافكار ونجيب افكار جديده للهويه البصريه بشكل عام للشركه، ان كان موضوع اقلام، موضوع مفكرات، موضوع مجات او اي شيء كان مواد اعلانيه مختاره، طبعا الشركه نحن بشكل عام مختارتها مثلا. تمام، ونحن طبعا في عدة أقسام بالموضوع الطباعة هاد، في شيء مثل ما قلنا نحن طباعة حبرية وطباعة ألوان ملونة، يعني طباعة سبلميشن، وفي شيء طباعة UV بشكل كمان مباشر على القطع اللي اختارها الزبون بشكل عام. عودة هذا الكم من الشركات الإعلانية في حلب بعد تحرير المدينة يؤدي لخلق جو من المنافسة وخلق أفكار إبداعية.